يواصل البابا فرانسيس زيارته للبرازيل بمناسبة الأيام العالمية للشبيبة الكاثوليكية في ريو دي جانيرو. ويعتبر البرازيل أكبر دولة كاثوليكية من حيث تعداد السكان، إذ يصل عدد الكاثوليك فيها إلى 120 مليون. البابا فرانسيس أول حبر أعظم من أمريكا اللاتينية، ومعروف عنه أنه متواضع لحد كبير، وهذا ما جعله يزور أحد الأحياء المهمشة والمسماة فافيلا، والمعروفة بخطورتها الأمنية وكذا انخفاض المستوى المعيشي فيها. البابا وجه دعوة للمؤمنين كي يحاربوا ثقافة الأنانية والفردية، كما ألح على ضرورة سد الفجوة التي بين الفقراء والأغنياء، ودعا السلطات إلى النظر في المسائل التنموية في الأحياء الفقيرة، وبذل المزيد لمحاربة تجارة المخدرات وإرساء العدالة الاجتماعية.